كل عام ومصر دايما منصورة ورايتها مرفوعة. أيام قليلة بتفصلنا عن اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وبالمناسبة دي على شاشة دي ام سي بدأنا في بث مواد خاصة بتؤرخ للحرب وما قبل الحرب. أيضا هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير خاص عن حرب الاستنزاف والبطولات اللي طبعا عملها الجيش المصري، ومن بعدها نستكمل باقي فقرات 8 الصبح مع حضراتكم. وبعد الفاصل خليكم. حرب الاستنزاف، معارك مهدت للنصر والعبور في أكتوبر من عام 1973. تحكي معارك الاستنزاف قصة صمود وانتصار سطرها الجيش المصري قبل اندلاع حرب أكتوبر المجيدة بعمليات فدائية باسلة خلف خطوط العدو ومعارك أسطورية لمختلف أسلحة الجيش المصري ضد قوات العدو على أرض سيناء الغالية. أعادت حرب الاستنزاف الثقة للمقاتل المصري ودمرت آلة الحرب النفسية الإسرائيلية، بل وحطمت نفسية جنود العدو. تختلف المراجع التاريخية ومذكرات قادة حرب أكتوبر حول تاريخ بدء حرب الاستنزاف. البعض يراها بدأت بملحمة رأس العش في يوليو من عام 1967، ومن بعدها معركة تدمير إيلات في أكتوبر من عام 1967، وهو ما يؤكد عليه قادة إسرائيل بوصفها حرب الألف يوم، في حين وثقها المؤرخ المصري عبد العظيم رمضان في كتاب حرب أكتوبر في محكمة التاريخ بأنها بدأت في 8 من سبتمبر عام 1968 بمعركة المدفعية. وكتب عنها المشير محمد عبد الغني الجمسي في مذكراته بأنها بدأت في 8 من مارس عام 1969. كان هدف حرب الاستنزاف إصابة آلة الحرب الإسرائيلية بقدر مؤثر من الدمار وإعادة الثقة للمقاتل المصري. أقوى معارك الاستنزاف المشهودة كانت معركة المدافع في 8 من سبتمبر عام 1968، وهو عيد المدفعية المصرية، حينما تمكنت المدفعية المصرية من تدمير الجزء الأكبر من الخط الدفاعي للعدو على الضفة الشرقية للقناة بعد قصف دام لمدة 5 ساعات متواصلة. وفي 31 من أكتوبر عام 1968 أعلنت القوات المسلحة المصرية أن 100 صاروخ إسرائيلي قد تم تدميرها داخل قواعدها بسيناء. وفي 8 من مارس من عام 1969 واصلت المدفعية المصرية حربها واستهدفت خط برليف بقذائف المدفعية ونيران القناصة وعمليات القوات الخاصة. ومن أشهر معارك الاستنزاف معركة لسان بور توفيق التي جرت أحداثها في 10 من يوليو عام 1969، وفيها دمرت قوات الصعقة المصرية معدات تابعة للعدو وأصابت أفراده في شرق القناة. يضطر العدو الإسرائيلي بالرد من خلال مدفعية الطائرات، لكن لم تنجح خطته في الاستنزاف المضاد، حيث قامت القوات المصرية بمحاربته بنفس أسلوبه بالغارات الجوية وقوات الصاعقة في مناطق الدفرسوار وكبريت. وانتهت حرب الاستنزاف بمبادرة روجر وزير الخارجية الأمريكية في أغسطس من عام 1970. تلك المبادرة التي حققت وقفاً لإطلاق النار كانت تنتظره إسرائيل بعد أن ذاقت ويلات الحرب ونيران الأسلحة المصرية.